التصريحات الأخيرة التي أطلقتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بخصوص إضرابات نقابات القطاع التي وصفتها بغير الأخلاقية أثارت حفيظة ممثلي نقابات التربية التي اعتبرت ذلك استفزازاً لهم سيساهم في تعقيد الوضع أكثر باعتبار أن الإضراب حق دستوري يكفله القانون. والله بالنسبة للسيدة الوزيرة عندما تتهم موظفي قطاع التربية بأن إضرابهم غير أخلاقي، نقول بأن هذا هو مساس أولا بالدستور، مساس بالقوانين الجزائرية. التعامل مع قضايا التربية ومع قضايا النقابات بهذه الطريقة سوف تؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع، ونحن الإضراب حق ولن نتخلى عليه. السيدة وزيرة التربية بتصريحاتها بأن نسبة استجابة مطالب موظفي قطاع التربية بلغ 80%، نعتقد أن هذه مغالطة للرأي العام. إن تصريحات السيدة وزيرة التربية التي نعتبرها مغالطة للرأي العام ستزيد الوضع تأجيجا وهي بمثابة صب الزيت على النار. تهديد الوزير بن غبريط بكشف كل الامتيازات التي منحت للأساتذة يرى فيه ممثلو النقابات مغالطة للرأي العام. بخصوص الامتيازات التي تؤكدها الوزيرة كل مرة فهذا لا أساس له من الصحة، فقانوننا الأساسي في قطاع التربية على غرار كل قطاعات الوظيفة العمومية، إن لم نقل بأن القطاع الوحيد أو القانون الأساسي الوحيد الذي أجحف موظفي قطاع التربية، ونحن مستعدون لمناظرة السيدة الوزيرة مؤكدة للرأي العام بأن ما يتم تسويقه مجرد استهلاك إعلامي لا أساس له من الصحة. وتبقى كل الأنظار مشدودة نحو ما سيسفر عنها اللقاء الذي سيجمع الوزيرة بشركائها الاجتماعيين منتصف الشهر المقبل باعتباره آخر فرصة لحل الأزمة التي تعصف بقطاع التربية.